دي مساحتنا الأخيرة اللي كانت موجودة معاكم في ظلال الأصيل متابعينا وين ما كنتوا، اللي تمدت ما بين تجوال في فقرات مختلفة ومتميزة. نتمنى أنها تكون وجدت كل القبول منكم متابعينا وين ما كنتوا، ونتمنى كمان أنه نكون قد وفقنا في تقديم هذه المساحة وبالمحبة اللي ابتدرنا بها هذه الظلال خلونا ننهيها. وحبيب القلب هي المساحة الأخيرة اللي بتجمع بينا وبينكم في هذه الحلقة. انتظرونا بكرة، أكيد حتكون في حلقة مميزة وفريق عمل جديد. في أمان الله.
يكفي.